احكي لي شنو اللي صار بالضبط. اللي صار عمي احنا بالبيت. البيوت تفجرت هنا وقعت علينا ما نعرف شنو السبب، هاي العالم دخلت رعب مو طبيعي. اجينا هنا 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 اجينا للملعب، الملعب متفلش من السايب اللي ويا الشارع اللي صار من هذا البيت يقال صهريج. الانفجار بذاك الصوت على اساس، وهذا شيء ما مقنع، ان كان صهريج فصهريج ما ممكن يطب وحده، يا اما الله اعلم. اكو شهداء شهداء ما يقارب ال 15 20 جثه انفعوا، واكو ملاحظه مبترين يعني اكو شيء ايده طايره، اكو شيء راسه نصين يعني. زائدا زائدا ما حد يعرف لحد هسه شنو نوع الانفجار، هذا صهريج نص يعني. الحديث هنا يدور عن صهريج، سنكون ايضا معكم بتفاصيل اكثر. وهذا احد شهود العيان كما يقول محمل غاز، ولكن الله اعلم هل هو غاز تمام غير الغاز. هاي بعد هاي ملعب طوبه، هذا ملعب طوبه كافتريا يوميا اذا ما يشيل يشيل 100 نظر. بس لا اكو ملاحظه، احنا ندعي